مان اوف ذا ماتش تتوقع ممكن يكون مين؟ رجل المباراة. رجل المباراة بكرة إن شاء الله يكون من النادي الأهلي، هو طبعا من وجهة نظري الجمهور، لأنه الحقيقة جمهور النادي الأهلي عامل شغل كبير جدا اهو معانا اهو في واقف، احنا شايفين دلوقتي على الهواء. لكن إن شاء الله بكرة طمن الناس، النادي الأهلي يكون في يومه، ولما النادي الأهلي يكون في يومه مع احترامي الكبير لكل المنافسين، لو اجتمعوا وعملوا تشكيلة من بوتافوجو باتشوكا المكسيكي، النادي الأهلي يكسب وبسكور بكرة بإذن الله الواحد الأحد، مش أقل من 4 النادي الأهلي يفوز ويصعد لمواجهة ريال مدريد بمشيئة الله. في أي خبر جديد عايز تقوله، معلومة عايز تختم بيها الحوار النهاردة؟ ما أقدرش أقول أخبار ولا حصريات في وجودك طبعا. لا العفو 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 يا جزار، ربنا يديك الصحة، واحنا سعداء جدا بوجودكم، سعداء بوجود الكابتن الخطيب والنادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله بكرة تشوفوا صورة جميلة جدا يتأكد منها الجميع قيمة النادي الأهلي الكبيرة، وإن وصول النادي الأهلي للقمة محليا وأفريقيا وإن شاء الله قريب عالميا ليس من فراغ، ولكن بفضل تخطيط وإدارة محترمة جدا برئاسة أسطورتنا اللي بنفتخر به الكابتن محمود الخطيب. ويبقى دائما جمهور النادي الأهلي هو السر وهو السلاح رقم واحد في أي انتصارات. بقول للعبت النادي الأهلي ثقتنا كبيرة جدا فيكم، خليكم على قد المسؤولية، كونوا بإذن الله في الموعد وجيبوا لنا أول كاس عشان احنا منتظرين الكاس الثانية يوم 18 ديسمبر.